السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة داينج لايت 2. جيتكم اليوم حظبطكم. إذا أنت توك بادي اللعبة وبديت التختيم وما في ذيك الأسلحة معك القوية وتدور على شيء كذا عليه الكلام، والله ترتيبك عندي. وإذا كنت برضو يعني متقدم في اللعبة شوي مثلي، يعني مثل ما تشوفون ليفل 3 على نهاية ليفل 3 وما زالت الأسلحة يعني عندي متعود على أبو دمج 30 وأبو 40 و50 كذا ماكسيمم، حبيت أني أكمل القصة كذا يعني بحاجة أستمتع فيها، عرفت؟ الدمج مره سيء يعني اشوفه احسه. فجيت هذا المكان يا اخوان، كل اللي عليكم تسوونه انكم تنظفونه من حبتين زومبي. طبعا ملاحظه مهمه، اذا ختمت القصه وجيت هذا المكان راح تحصل هنا، شوف اذا ما زلت نفسي جالس تطقطق على الخفيف من هناك وجيت هذا المكان ما زال يعني تلقى فيه المياه. اذا كانت ناشفه الزومبي راح يكون زحمه هنا، فبتضطر انك تنظفهم بتاخذ وقت. اما بالنسبه لنا مثل ما تشوف تعطيها النقزه الخرافيه هذه وتيجي وتفتح اللوك بك، ما هو بصعب، يمكن بتكسر لك 2-3 وبتيجي وبتحصل لك الكاتانا سورد. طبعا انا حصلت مشعل. يا مشعل وش تسوي هنا؟ فالمهم هذا نصيبي، يعني انا بالنسبه لي اول مره صراحه حبيت اني احط لكم هذا الكليب، ما لقيت الكتانا سورد رغم اني شفت ناس فعليا والله وجزاه الله خير الله يعطيه العافيه، نسيت اسمه يا اخي، جاني في انستغرام وكتب لي في الكومنت الحلقه الاخيره قال لي ترى فيه الكتانا سورد وفي ناس كثير يعني ما شفت احد يشرح عنه. واشكرك، اشكرك على الكومنت واشكر كل من حط لي الكومنت واللايكات على المقاطع. فبناء عليه انا جيت هذا المكان، والله بناء على الكومنت جيت على المكان واستكشف، وكان ودي يعني ادور لي فتره على شو اسمه سيوف واسلحه يعني رهيبه وكذا يكون ليفلها اعلى من الليفل اللي انا فيه، بحيث اني يعني تعرفون سهل على نفسي اللعبه واستمتع، والله فيها متعه يعني، عرفت؟ انك تقتل زومبي مره بدل لا تجلس تضرب 10 مرات تحس نفسك اللي مالك داعي، عرفت؟ هذه شغله. الشغله الثانيه طبعا انصحكم تجون الفاست ترافل، اتوقع اني رويتكم اللقطه قبل شوي، انكم تجون اقرب فاست ترافل تروح محطه القطار وترجع ما في الا ركض، لان حوالين هذا الصندوق ما في فاست ترافل. والحلو في الموضوع انه في شغلات رهيبه بارويكم اياها بعد شوي. طبعا انا جيت استعجلت جالس امشي بشويش كذا اقول يا رب يا رب احصل الكتان سورد، بس للاسف ما حصلته، فما لقيت الا الزومبي هذا الغثيث الميت، ما ادري وش يسوي هنا. جيت الوته قلت لعله عسى احصل من عنده سكراب ولا شغلات حلوه، حتى هو ما لقيت عنده اي شيء. اعوذ بالله، طلعت في الوجه الخرافي، خلينا نقول خرافي هذا، لانه صراحه ابدع اللعبه في تصميم الزومبي. فعلى فكره البرشوت الاخضر هذا اللي ورا انا توني لاحظت انه دائما يشير الى انه فيه دروب بوكس هنا، اذا ما كانت فيه علامه استفهام، رغم انه دائما في علامه استفهام اتوقع اذا ما استكشفت المكان. مثل ما تشوفون يا اخوان جيت الى الصندوق مرة ثالثة، لقيت فيه له برضو الفاس الجلاد، وش اريد فاس الجلاد؟ لكن ليفل 9 ركزوا يا اخوان، مشعل وفاس الجلاد كلهم الدمج فيهم راح تشوفون اللقطة بعد شوي شيء اسطوري، تقريبا مدري قريب 300، يعني شيء ما راح اوصل له اذا تميت استمر في تختيم القصة كذا. تخيل واحد الدمج عنده 40 و50 يحصل شيء 300، يعني كم ضعف؟ 6 اضعاف. وهذا المكان يا اخوان بالصدفة لقيته، لانه كان شفت طقم تكتيكي ليفل 9 اللي هو اللي تلبسه، عفوا تلبسه زي الكمام هذا، مدري وش اسمه، الفاسك الفيس ماسك. هذا هو مكانه يا اخوان مثل ما تشوفون، قريب مرة من المكان اللي قبل شوي شرحته. تعطيه شوية سباحة كذا على السريع وتوصل لهذه المنطقة. طبعا انا وش نزلني في هذا المكان، لانه فيه على اليسار تحت هذا اللي يظهر لك الجهاز المناعة، اذا كان اي جهاز مناعة قريب منك راح يقول لك 50 متر و40 متر تعرفونه. فيوم انتبهت له نزلت الوت، ما دريت انه فيه ماسك اصلا في هذا المنطقة، يعني شيء اسطوري هذا المكان باختصار. تلقون فيه لوت رهيب، والله رهيب. ما عليكم مكتوب فوق على اليسار طرد جوي ليفل 5 ومدري ايش والصعوبة جدا، ايش مكتوب والله نسيت. المهم انه وصف يعني كانه يحسسك مدري ايش، اللوك بوك ما تقدر تفتحها، فمرة سهل. ما عليكم الكلام، طبعا انا خلص علي نفس هنا وطلعت فوق كذا اخذت لي نفس مرة ثانية، فتحت الصندوق لقيت لي مورفين ولقيت لي ساحق اللحم، والله العظيم يا اخوان مطرقة فريدة محمولة بيد واحدة. شوفوا انتم شوف الدمج هنا، تقريبا اني جيت اشوف الدمج على طول جاي ابدل، كنت مستانس بسلاح السيف الفارس هذا اللي ابثرتكم فيه في التختيم، لكن خلاص خلاص يا حبيبي ساحق اللحم 283 وات، يعني الاربع كم ضربة؟ 6 ضربات بالسيف تساوي ضربة واحدة
بالمطرقتين الجديدة. هذا مشعل 277 ليفل 9 غير حاد، لكن ما عليكم الكلام، غير حاد يضرر هجوم القوة بلس 14. على فكرة الإحصائية هذه جدا ضرورية أنكم تشوفونها أو تستفيدون منها في اللبس، يعني إذا كنت مثلا تجمع نقاط باركور تحاول أنك تركز على اللبس. هذا موضوع ثاني، لكن نصيحة يعني أنك اللبس ما تختارها على الشكل، تختارها على الإحصائيات. مثلا إذا كنت بتجمع نقاط باركور تروح تجمع تشوف الإحصائيات اللي تزيد نسبة نقاط الباركور وكذا. شوفوا الصقعة يا إخوان، استمتعوا، شوفوا الصقعة، والله شيء أسطوري. شوفوا الضرب الثاني، طيرته في البحر، راحت تسبح. هذا كان قبل شوي مشعل، وجيت عند الثاني الحين جيت أصقع فيه، كلهم تقريبا نفس الشيء يعني ما تميز. شوف الصقعة يا رجل ما تميز بينه وبين هذا. جيت عند هذا الحلوين كلهم أسطوريين، قلشت يده ما أدري إيش تسوي، تدور على شيء حسه تحت الحديد هناك. المهم اتمنى ان نال اعجابكم يا اخوان المقطع واستفدتوا. اذا كنت في بدايه اللعبه انا متاكد انك راح تدعي لي وتحط لي لايك وشير وكومنت وكل شيء، واذا كنت مختمها ومتعود على فوق ال 200 الدمج يعني ما ادري وش اقول لك. فنشوفكم ان شاء الله على خير في مقطع جاي، اتمنى ان نال اعجابكم.